هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية المباشر. معايا الحاج جمعة من الشرقية. اتفضل الحاج جمعة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر عبد الباشا؟ يا أهلا بحضرتك. بس في نقطتين بس كده عايزين نتكلم فيهم، بس نقطتين بس بصوت يعني. اتفضل. دلوقتي عندنا وزير الزراعة حضرتك صرح على إمطار القطن 100 جنيه علاوي. أيوه. أو مكافأة للفلاح. أيوه. ودلوقتي التجار اللي بياخدوا مننا القطن، طب ال 100 جنيه نجيبها منين؟ مش هتاخدها. ليه بقى؟ مش أنت بتروح تدي للتاجر؟ ما هو الجمعية هنا ما بتاخدش، ما فيش أي جمعية هنا بتاخد قطن. لا الكلام ده مش سليم. والله لا لا الله أنا محمد رسول الله ما تسمعني. أنا أنت عارف أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أنا عايز مصلحتك. ما ماشي، ما أنا أنت مثلا التاجر بياخده منك بكام؟ بياخده مني ب 3000 ب 2800. 2800 لو جينا بعد شوية بكمان شهر كده والسعر رفع معايا ل 3000 وأنت باعي للجمعية ب 2800 هنقول لك تعالى عشان تاخد الفرق. انما النهارده انت لما بتروح تدري التاجر بتضيع كل حقك. فانا هكلم لك السيد وكيل الوزاره النهارده، يعني يا ريت نلحق قبل ما الحلقه تخلص نقول لك على اماكن الجمعيات اللي موجوده عندك تروح تورط فيها. في عارف طريقه فيها جمعيه خدت لم قبل كده بس ما لمتش. لا في اماكن تجميع هنشوفها فين. انت فين في الشرقيه؟ في مركز صنع الحجر في قريه خمسه خفرع. مركز صنع الحجر خمسه خفرع. ايوه مركز صنع الحجر خمسة خفرة سنة الحجر. حاضر. النهاردة أنا هرد عليك حتى لو بعد الهوى. وعايز أقول لك يعني أنت حق تمسك بحقك. أنا كنت بروح أصور السنة اللي فاتت واللي قبلها وشايف التاجر اللي خد القطن من الفلاح عايز يخش يبيعه في الجمعية ومش عارف، لأن كان في ضوابط اللي يجي يدخل القطن الجمعية لازم يكون معاه الحيازة وهو ده الراجل اللي زارع عشان الناس تستفيد، أنت اللي تستفيد مش التاجر. أيوه أيوه يا فندم. فأنا بقول لك الموسم ده فيه مميزات كتيرة جدا. أنا هقول لك على الجمعية وهعلن عن أسماء وأماكن الجمعيات اللي موجودة في الشرقية عندكم ونشوف أقرب جمعية أو مركز تجميع قطن تروح تورط فيه. ماشي تمام. في نقطة كمان يا باشا. اتفضل اتفضل. دلوقتي بالنسبة احنا دلوقتي بنزرع مثلا بصل، والبصل دي بيحتاج كيماوي كتير. ايوه. وهنا مخصصوا لنا مثلا اربع شكار ثلاث شكار لوريا او اربعه مترام اول عن اخر. ايوه. كلا الشتو مثلا. ايوه. طب البصل دي بيحتاج كيماوي كتير. هو بص باخده من 10 ل 12 شكار. ايوه. طيب. طبعا هم ما لهمش دعوه هنا بالزراعات، بيقول لك انت ليك على الفدان وبس تزرع بصل، تزرع قطن، تزرع ربه، ما لهمش دعوه. ايوه. طب احنا دلوقتي حضرتك البصل دي باخد كيماويات كتير حضرتك، والكيماوي حضرتك بره غالي. من جانب البرنامج انا هشوف بالنسبه اللجنه التنسيقيه للاسمده، وعلشان تبقى عارف عشان ما اقولكش لا ده احنا هنكلم دلوقتي مدير التعاون او وكيل الوزاره ويصرف لك العشر شكاير. لا هو مش في سلطته. في ضوابط لكل محصول بتيجي من اللجنه التنسيقيه للاسمده، ودي المقررات السماديه لكل محصول. فانا اللي اقدر اساعدك فيه ان احنا نتكلم عن تسميد البصل ونشوف ازاي نعوض الفرق ما بين 10 شكاير واربع شكاير ده، واتاكد من عدد الاجوله اللي بيتم صرفها لكل فدان. هناقش الموضوع ده بكره ان شاء الله، هناقشه بكره وعشان ارد عليك واقدر افيدك. انما احنا عندنا الارض هنا مالحه وبتاخد كيماوي، يعني الفدان باخد من 10 ل 12 شكاره والكيماوي دي ما هو ده مش حل الارض كل ما الاقي. بص مش معنى ان الارض الملاحه عندي افضل ازود في اسمده، ما هو خلي بالك هتيجي السنه الجايه ال 10 شكاير وال 12 شكاره دول حتى مش هيكفوا، لان انا عندي مشكله بتكبر. انا ما بحلش مشكله، انا المفروض اشوف التربه دي مشاكلها ايه واعمل لها تحليل من جهاز تحسين الاراضي ونبتدي نقول للفلاح لا واحد اتنين تلاته واساعدك. انما ان انا اسيب الموضوع كده واحله ان انا ازود في عدد شكاير الاسمده هتيجي هتوصل لمرحله ما فيش فايده مهما تزود في اسمده. فاحنا انا هشوف لك جهاز تحسين الاراضي وهنشتغل مع بعض بحيث ان احنا انت عندك الري شكله ايه والصرف؟ صرف وكل ميه صرف، ما فيش بيجي لنا ميه يتنيل ابدا، كله صرف. ما انت طبعا والصرف الزراعي اخباره ايه بقى؟ الصرف عادي هو كويس، بس ان الميه اللي بتجي لنا صرف، انما هي الميه اللي جايه اساسا ميه صرف زراعي. صرف يعني هي الميه رديئه جدا، ميه وحشه خالص. طبعا الارض هنا بتاخد كيماوي كتير، وانت عارف حضرتك الكيماوي بره غالي. يعني ما هو انت برضو عشان ما نفضلش نعيد الكلام، انت النهارده انت مش بتحل المشكله، انت النهارده في حل مؤقت، انما هتيجي الموسم اللي بعده او اللي بعده مش هيبقى فيه نتيجه خالص. طيب انا معايا بشكرك يا حاج جمعه الاول